السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي واخواتي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو راح نتحدث على أقوى المقاتلات التي تمتلكها الجزائر، وأيضا لماذا الجزائر لديها أقوى أسطول جوي في إفريقيا. قبل أن ننتقل إلى تفاصيل هذا الفيديو، ما تنسوش خاوتي تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب. أرجوكم خلونا على الأقل نحاول نوصل هذا الفيديو 1000 لايك. قناتنا الآن تتعرض لحملة سينيال شرسة، أدعم أخوكم وشكرا جزيلا لكم. القوات الجوية الجزائرية هي الفرع الجوي للجيش الوطني الشعبي، أنشئت سنة 1957 أي بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة الجزائرية، وتضم حاليا تعدادا قوامه 70,000 مستخدم تحت أشراف وقيادة لواء عبد القادر والناس الذي تم تعيينه في هذا المنصب في 12 أفريل 2005. والآن في هذا الفيديو كما قلنا لكم سنتحدث عن المقاتلات الجزائرية، حيث تمتلك القوات الجوية الجزائرية أسطولا جويا جزائريا مكون أكثر من 550 طائرة عسكرية، يشمل أنواعا عديدة أبرزها مقاتلات ميج 29 وسو 30 متعددة المهام. كما وقعت الجزائر عقدا لاقتناء 14 مقاتلة من صنف كل من سو 35 وسو 57، إضافة إلى مقاتلات ميك 25 الاعتراضية وقاذفة القنابل التكتيكية من نوع سو 24. وأيضا يعتبر الأسطول الجزائري للنقل العسكري الأفخم في إفريقيا بما مجموعه 40 طائرة، وهو أمر طبيعي جدا نظرا لشساعة مساحة الجزائر التي تعتبر أكبر بلد عربي وإفريقي. الآن سنتحدث عن كل طائرة مقاتلة من الطائرات الجزائرية وعن صفاتها ولماذا تعتبر الأقوى في إفريقيا. بداية بالسوخوي سو 24. سوخوي SU 24 هي طائرة هجوم أرضي مخصصة للأهداف الأرضية، تم إنشاؤها من قبل قوات الاتحاد السوفيتي الجوية، دخلت إلى الخدمة في الجزائر عام 1980 وما زالت حتى الآن موجودة في الخدمة في عدة بلدان مثل روسيا أيضا التي بدأت بتجديد هذه الطائرة وزيادة قدرتها. دخلت هذه القاذفات الخدمة في الجزائر، حيث تتميز هذه القاذفات بمقعديها المختلفين عن باقي المقاتلات، حيث يجلس الطيار في هذه القاذفة بجانب الملاح وليس أمامه. وتمتاز هذه الطائرة بقدرتها على شن هجومات خاطفة، حيث تستطيع أن تقصف أهدافا أرضية على سرعات تفوق سرعة الصوت، وأيضا تمتاز بقدرتها على التحليق لمسافات طويلة وحمل أنواع مختلفة من الذخائر وبكمية مختلفة. وقد صممت هذه القاذفات في الأساس لتكون ندا للقاذفات الأمريكية F-111 والتي خرجت من الخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية مخلفة طراز F-14. وأيضا من بين المقاتلات قاذفات القنابل التكتيكية. قاذفات القنابل التكتيكية هي قاذفات قنابل صغيرة الحجم ومصممة لإنجاز قصف تكتيكي تقوم به في غارات على المدى القريب، فهي تسقط قنابلها وصواريخها على أهداف في أرض المعركة، على عكس قاذفات القنابل الاستراتيجية في التعريف الحديث لها، أي طائرة عسكرية ليست مصممة لتكون قاذفة للقنابل الاستراتيجية فتكون قاذفة قنابل تكتيكية. المقاتلات الأخرى التي تمتلكها الجزائر والتي تعد أيضا الأقوى في إفريقيا ميكويان جروبيتش ميج 25 أو ميج 25، هي طائرة اعتراضية سوفيتية فائقة السرعة استخدمت أيضا في مهام للتجسس والقصف. صممت الطائرة في مكتب ميكويان جروبيتش السوفيتي، وحلقت النسخة التجريبية من الطائرة لأول مرة عام 1970 بسرعتها القصوى البالغة ماخ 3.2 أي 3.2 أضعاف سرعة الصوت، ورادارها القوي وأربع صواريخ جو، شكلت الميج 25 تهديدا كبيرا للغرب وأمريكا، مما دفع الجوية الأمريكية بالرد بطائرة F-15. لم تكتشف القدرات الحقيقية لهذه الطائرة قبل عام 1976 عندما قام فيكتور بلينكو وهو طيار سوفيتي الهرب بطائرته الميج 25 إلى اليابان، حيث أظهرت التحليلات التالية تصميما بسيطا لكن في ذات الوقت فعالا باستخدام الإلكترونيات الصمامة المفرعة، 2 من المحركات التربينية النفاثة الضخمة، واستخدام الموارد الحديثة في قطع الغيار مثل التيتانيوم. سمح هذا التصميم البسيط بإنتاج عدد
1190 طائرة استخدمت الميك 25 بواسطة عدد من حلفاء الاتحاد السوفيتي مثل الجزائر التي ما زالت تستخدمها إلى الآن. أيضا من بين الطائرات الخارقة التي تمتلكها الجزائر سوخوي سو 35. سو 35 هي تسمية لنسختين محسنتين من مقاتلات الدفاع الجوي سو 27، وهي مقاتلة تفوق جوي روسية متعددة المهام أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة، تنتمي إلى الجيل الرابع بلس بلس والمعزز من تصميم شركة سوخوي، وتم تصنيعها في مصنع غاغارين كوسميليك أنمور. تم تطوير النسخة الأصلية من قبل الاتحاد السوفيتي وهي سو 27، وكانت تعرف باسم سو 27 أم. تم إدماج راداراتها والتي تعد متعددة الوظائف مما منحها قدرات متعددة الأدوار، وقام أول نموذج أولي برحلته في 1990. وبعد تفكيك الاتحاد السوفيتي أعادت سوخوي تسميتها إلى سوخوي سو 35 لجذب طلبات التصدير، وتم إنتاج 14 طائرة واستخدامها في الاختبارات الاستعراضية. تمتلك الجزائر 14 منها. أيضا بين الطائرات الخارقة التي تمتلكها الجزائر سوخوي سو 30. سو 30 هي طائرة مقاتلة ثنائية المحرك ثنائية المقاعد، طورت من قبل شركة سوخوي الروسية وتنتمي إلى الجيل الرابع، وهي مقاتلة متعددة المهام قادرة على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه الضربات إلى جميع الأهداف المعادية في شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجهة والغير موجهة، وتتميز بقدرتها على القيام بمهام بعيدة المدى، المتابعة بالرصد الراداري، مساندة القوات الأرضية واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، كما تتميز بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف في آن واحد ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية. سو 30 مقاتلة مطورة من النسخة التدريبية الثنائية المقاعد أيضا سو 27 يو بي، حيث تم وضع التصميم الجديد وتسميته رسميا سو 30 من قبل وزارة الدفاع الروسية عام 1996 من سلسلة طائرات فلانكر. فقط سو 27 وسو 30 وسو 35 هي التي دخلت مراحل التصنيع الفعلي من قبل وزارة الدفاع، باقي الطائرات مثل سو 37 مجرد نماذج فقط. أيضا بين الطائرات الخارقة التي تمتلكها الجزائر ميكويان ميغ 29، هي طائرة مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع أيضا، صممت للسيطرة الجوية في الاتحاد السوفيتي. طورت الميك 29 في السبعينات بواسطة مكتب تصميم ميكويان. قامت الميك 29 بأول طيران تجريبي لها يوم 6 أكتوبر 1970، ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفيتي في منتصف الثمانينات 1983، وصدرت إلى العديد من الدول النامية إضافة إلى دول حلف وارسو مثل وأيضا الدول النامية مثل الجزائر، وما زالت بخدمة القوات الجوية الروسية وتستخدمها روسيا الآن في حرب أوكرانيا، وهي أيضا ضمن أسطول الجو الجزائري الخارق. أيضا من بين الطائرات الخارقة التي تمتلكها الجزائر أو التي ستمتلكها قريبا سوخوي سو 57. سوخوي سو 57 هي مقاتلة روسية متعددة المهام ثنائية المحرك ذات مقعد وحيد من مقاتلات الجيل الخامس. شرعت شركة سوخوي في تطويرها عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. الطائرة من إنتاج باك فا الروسية، وهو برنامج مقاتلة من الجيل الخامس للقوات الجوية الروسية. الاسم الداخلي للطائرة هو سوخوي تي 50، ومن المقرر أن تكون سوخوي سو 57 أول طائرة في الخدمة العسكرية بروسيا تستخدم تقنية التخفي والتي تمتلكها الجزائر. تعد أيضا من بين أقوى الطائرات في العالم إذ لم تكن الأقوى، حيث تمت رحلتها الأولى في 29 يناير 2010، ومن المقرر تسليم أول طائرة إنتاج إلى الجزائر عام 2025. في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين قمنا بالتحدث فقط عن المقاتلات الجزائرية ولم نتحدث عن كامل الأسطول الجوي الجزائري، فهذا الفيديو إذا تحدث عن هذا الموضوع سيفوق الساعتين، فما تمتلكه الجزائر من طائرات ومعدات يفوق الخيال. فما رأيكم في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين؟
أرجوكم أخبرونا رأيكم في التعليقات. إذا أعجبكم لا تنسوا أرجوكم الضغط على زر الإعجاب وأيضا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي لا يفوتكم أي جديد من قناتنا. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.